الخوارج كلاب النار. وعندما تتأمل في هذا الوصف للخوارج كلاب النار وهذه عقوبتهم يوم القيامة هذه العقوبة التي هي بهذا الوصف كلاب النار ويرددها ثلاثا لها ارتباط بالعمل الذي صنعوه في الدنيا وذلك أن المؤمن من شأنه أنه يرحم ويستر ويدعو وينصح ويحب الخير، يتعامل بمثل هذه القواعد الشرعية العظيمة، الرحمة والنصح ومحبة الخير والدعوة إلى الخير وغير ذلك من المعاني. بينما الخوارج يتعاملون مع الناس معاملة أخرى، يتعاملون مع الناس معاملة قائمة على القنوط والتقنيط، قائمة على القسوة والشدة، قائمة على البطش وإراقة الدماء، قائمة على الهجوم والشراسة، قائمة على مثل هذه الأعمال، وهي من أفعال الكلاب ومن أخلاق الكلاب، شراسة وعدوان وتربص ومكر وكيد وإراقة للدماء. فلما كلبوا على عباد الله وكانوا بهذا العدوان على عباد الله عاقبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من جنس عملهم بأن جعلهم كلاب النار.